بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، اليوم راح نبلش بالتجربة الثانية من مختبر مواد الإنشاء. تجربتنا بتحكي عن المورتر، ميكانيكال بروبرتيز اوف مورتر. راح نطبق بعض التجارب على المورتر. المورتر هو عبارة عن سمنت زائد ووتر زائد ساند فاين اجريجيت. طبعا الساند اللي هو عبارة عن كورس، لكن دام التجارب القادمة راح تعرف الفاين والكورس اجريجيت. طبعا الفاين هو انعم تدريج من تدريج الكورس اجريجيت. تمام. الهدف من التجربة زي ما حكينا بدنا نطبق بعض الميكانيكال الخصائص الميكانيكية على المورتر. تمام. عشان نفحص خصائصها مثل تناسق العينة عينة المورتر اللي هي كمية الووتر زي ما حكينا بالتجربة الماضية عن السمنت بيس، لكن هذه المرة عن المورتر اللي هي كمية تجانس كمية المورتر مع السمنت مع السمنت. طبعا الكمية الستاندرد او المقاييس الستاندرد، السمنت عبارة واحد، الساند يكون 2.75. مثلا عندنا 100 جرام من السمنت، تمام، نضربها 2.75 نعرف كم كمية الساند. نفس الشيء الوتر اللي هي 48%. طبعا المورتر له استخدامات في الكسارة، في السيراميك، له عدة استخدامات نستخدمه. تجربتنا الأسبوع هذا راح تكون هي عبارة عن الفلاو كيبل، قياس تناسق المورتر اللي هي نوع الكونسستنسي للمورتر. الفلاو كيبل هو عبارة عن جهاز نضع عليه العينة، نرفع وننزل العينة 25 مرة. تمام. راح نشوف بالجانب العمل اللي قدام، بعدين نقيس دايميتر لايش العينة. طبعا راح يطلع معنا اربع قياسات للدايميتر دي نوت. تمام. ناخذ الافرج عليهم، بنطلع معنا الدي نوت الدي فاينل. واضح. طبعا الدي نوت الاصلي اللي هو في عندنا كونيكال، هيو اللي هو قياس الاول اللي هو 100 ملليمتر. هاي الدي نوت الاصلي. تمام. بعد ما نكمل ونطلع الفلاو تيبل، طبعا راح نشوف بالجانب العملي، راح نقوم بصب عينات من المورتر عشان نطبق عليها اللي هي الميكانيكال برو اللي هي قوة عشان نطلع السترينث فلاش. طبعا في التجربة القادمة القسم الثالث من تجربتنا المورتر. طبعا المكعبات هي واضحة معنا، في عندنا نوعين مكعبات المختبر، في عندنا الكيوب قياسات 50 50 50. تمام. في عندنا البرايزن 40 40 60. تمام. راح تشوفوا بالجانب العملي الكيوب والبرايزن. الجانب العملي من تجربة المورتر، بداية زي ما حكينا لكم بدنا نطبق الفلاو كيبل، نعرف هل المتجانسة عينة المورتر أو لا. بداية زي ما حكينا في عندنا السمنت والساند والووتر. تمام. لازم نحضر عينات، حضرنا لكم 500 جرام من السمنت. تمام. طبعا 500 جرام زي ما حكينا نضربها 275 نعرف كم كمية الساند. كمية الساند 1375 جرام لما تضربها 500 و275، والووتر بيطلع عندنا 242 ملي زي ما هو قدامنا. طبعا شباب زي ما حكينا المفروض يكون عملية الخلط في الميكتشر، لكن في تجربتنا راح نستخدم الخلط اليدوي. تمام. نضيف الووتر. نضيف السمنت. نبلش نخلط مع اضافه السمنت.
تمام. طبعا حكينا لازم عملية الخط تكون سريعة، لازم عملية الخلط تكون سريعة عشان تطلع العينة متجانسة. كل ما تأخرنا في الخلط تنشف عندنا الووتر، تصير نقص في كمية الووتر. زي ما انتم شايفين عندنا عينة المورتر جاهزة عندنا، تمام. الآن نبلش تجربة الفلو تيبل. طبعا بداية في عندنا كوميكال تيبل هاي قدامنا، دايمتر تاعه 100 ملم. اذا الدي نوت لازم قديش يكون معنا الاصلي اللي هو 100 ملم، 10 سم. طبعا نضع الكوميكال على السنتر، طبعا هاي تيبل معنا، تمام، على السنتر التيبل. نبلش نضيف مورتر على طبقتين، الطبقة الأولى، تمام، بلش نحط الطبقة الأولى 25 أو 20 دفعة، 1، تمام. نضيف الطبقة الثانية، نضع المركب وضع دون دمج، تمام، ونبلش ندمج 20 دمج. تمام، بعدين نمسح الوجه. وننظف التيبل. تمام، بعدين نرفع الحلقة، تمام. الآن نشغل الجهاز زي ما حكينا بالبداية 25 ضربة، التيبل اللي راح ترتفع وتنزل 25 ضربة. تمام، الآن ناخذ قياسات السمنت او على التيبل. عندنا هذا الفرجان المكنكر، الان راح ناخذ 4 قياسات للدي فاين. طبعا التيبل محززة من 4 اتجاهات، ناخذ من كل اتجاه قياس. الاتجاه الاول طلع معنا 212، تمام. القياس الثاني 230، القياس الثالث 215، القياس الرابع 210. طبعا احنا بعد ما ناخذ 4 قراءات ناخذ الافرج انهم، نجمعها ال4 قراءات نقسمهم على عددها، وعندنا الدي نوت الاصلي، تمام، اللي هو كم حكينا 100، قياس ديميتر للحلقه. طبعا نطبق القانون، بعد ما نطلع الدي فاينل ناخذ الافرج نطرحه من الاصلي، نقسمه على الاصلي، نضرب 100%، بيطلع معنا الفلو
المحقق معنا من التجربة. طبعا الستاندر اللي هو 110 بلس ماينس 5 المفروض يطلع معك من 105 من 105 ل 115. اذا طبق معنا حقق معنا اذا بيكون التناسق متجانس والعينة جاهزة معنا. تمام. الان بعد ما خلصنا الفلاو تيبل العينة نفسها اللي حققت معنا التناسق نعملها مولدينج في الكيوب والبرايزر زي ما حكينا بنصبها صف في الكيوب اللي هو قياساته 50 50 50 مليمتر. تمام. طبعا على طبقتين نعمل له مولدينج كل طبقة 16 ضربة هذا بالنسبة للكيوب والبرايزر اللي هو قياساته 40 40 ب 60 كل طبقة 12 ضربة. تمام. قبل ما نبلش عملية المولدينج لازم يتم دهن الكيوب البرايزر بالأويل. السبب لما نيجي نفك العينات ما تكون لزقت معنا في ايش في الكيوب البرايزر. تمام. الآن نبلش في الكيوب على طبقتين نضع مورتر وضع نبلش نضمك زي ما حكينا 16 ضربة. طبعا المفروض توزع الضربات يعني ضربة ضربتين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشرة. هاي الطبقة الأولى 16 ضربة وزعنا الضربات على سطح المورتر. نضع الطبقة الثانية نبلش عملية الدمج. بعد ما نضيف الطبقة الثانية نمسح الوجه. الآن البرايزر على 2 لاير كل لاير 12 ضربة نفس الشيء نضع السمن أو المورتر ونبلش وزع ضربات واحد. تمام. الطبقة الثانية عشر ضربة. تمام. نمسح الوجه. تمام. الآن بعد ما صبينا عملنا عملية المولدينج نتركها 24 ساعة. بعد 24 ساعة بنفك البرايزر والكيوب نغمرها في الووتر لمدة 7 أيام بعدين نجري الفحوصات زي ما حكينا بالبداية نطبق قوة على البرايزر والكيوب عشان نقيس الميكانيكال بروبرتيز للمورتر. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم.